FM. الكلمة ليك. ما بين لطفي عبد الغفار وما بين رياض، شنو هو نقاط الالتقاء في الشخصية؟ التقينا في الناتوريل، في الأداء وكهو. في الأداء فقط، لو ناتوريل. في طبيعة وكهو. الشخصية ما ثم حتى حاجة حتى صيلة. أنا واحد من الناس ما نحبش نقول حساس برشا، وما نحبش نقول كذا برشا حاجات، ما نحبش نحكي عليهم. مي باش نقول لك حاجة، أنا ثم سيكونس وهذه باش نجاوبك بها. أنا ثم سيكونس خدمتها فلاش باك، أو الوقت اللي تفكر إلي، وقت اللي شافني تفكر اللي مازن بليتو في المسلسل، وقت اللي شافني تفكر كيفاش انا نقتله في يوم وكذا. هذيك اكل المراه هذيك كليت من عندي ضربه كبير ياسر، رغم اللي فسرت لها وقت لها رد بالك كي نجي نضربك هكا ما تعطينيش وجهك، تو بلاش وجهك، ومن بعدها بتهكا باش انا على ظهرك خير من وجهك، يعني حاجات من نوع هذايا. ورد بالك كيف نخنقك انا بالوحده، عرض صوابعك من هنا، الكل ما عملتهمش. قلت لها علاش؟ فاكلت تريح انا باش نقول. قلت لها علاش؟ قالت لي ليه باش تعطي ليماج كامله معناتها. قلت لها دابا راسك انت حره معناتها. مي صدقني حسام، وقت اللي كملت السنه هذيك نتاع الضرب ما لم اتمالك نفسي على البكاء. نزلت على دموعك. اه وي بكيت بالحق سيريوزمون، مانيش نفاد لك، مي حسيت تشويت عليه. كاب اف ام. الكلمة ليك.